معنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي محمد أبو عساكر، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. سيد محمد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. أبرز مخاوف اللاجئين من العودة إلى سوريا هو الوضع الأمني بشكل عام. هل من خطط مستقبلية وضعتموها مثلا، الجهات المختصة وضعتها لتسهيل عودتهم إلى سوريا في حال استقر نوعا ما الوضع الأمني؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. الوضع الأمني ما زال خطيرا. إذا بحثنا أصلا لماذا خرج اللاجئون من سوريا، هم خرجوا نتيجة الحرب وخرجوا بحثا عن الأمان. السبب الذي دفعهم للخروج من سوريا ما زال قائما. لذلك نحن في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقول الوضع في سوريا ما زال خطرا، والعودة للاجئين إلى سوريا هي عودة طوعية. المفوضية لا تقوم بأي إجراءات من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا في الوقت الراهن. طيب، إن تحدثنا عن اللاجئين في مخيمات اللجوء في دول عدة، هل من جديد على طريق تحسين أوضاعهم المعيشية السيئة هناك؟ الأوضاع يعني أفضل بكثير مما بدأت عليه الأزمة، ولكن إذا تحدثنا عن الأزمة نحن نتحدث على 7 سنوات مرت على وجود اللاجئين خارج بلدهم يعيشون، معظمهم خارج المخيمات، 85% يعيشون خارج المخيمات. لكن الأوضاع بشكل عام أوضاع صعبة جدا. لماذا؟ لأن ما بحوزة هؤلاء الأشخاص من أموال ومدخرات قد نفذت بالكامل. هم بحاجة إلى كل أنواع المساعدات. نحن لدينا جزء بسيط من المساعدات نتيجة توفرها من المانحين، وهو يمثل فقط 50% من الاحتياجات الفعلية على الأرض للاجئين. ماذا بوسعنا أن نفعل في ظل هذا المبالغ المحدودة إن صح التعبير؟ لذلك نحن نقوم بالمؤتمرات الدولية بشكل مستمر، نطالب الدول المانحة ونطالب الجميع بأن يساهم بالدعم هذه الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم. اليوم نقول أن الحكومات والقطاع الخاص والأفراد والجميع مدعو للمشاركة في أن يساهم بتحمل جزء من الأزمة وأن يكون سببا في تخفيف العبء عن هؤلاء اللاجئين لكي نتمكن من توفير المساعدات التي يحتاجونها على كل القطاعات على مستوى المأوى والصحة والتعليم والخدمات المستمرة. أصعب قرار على قلوبنا عندما نضطر إلى اتخاذ قرارات بقطع مساعدات عن أي لاجئ كان، لأن نعي جيدا حجم المساعد وحجم الاحتياج الذي هم به. لذلك نقول إلى حين انتهى هذه الأزمة هم بحاجة لكل أنواع المساعدات والخدمات التي تقدم لهم، ونحن نعمل على مدار الساعة مع شركائنا من أجل تلبية هذه الاحتياجات. إلى أن يتحقق ذلك نحن بحاجة لموارد مالية. طيب، بشكل أساسي لكي نقوم بالدور المنوط بنا وشركائنا. سيد محمد، بالإضافة إلى مشكلة أو عائق التمويل المالي الذي يوفر فقط 50% من الاحتياجات كما ذكرت حضرتك، هل من تحديات أخرى تواجه عمل المنظمات الإنسانية اليوم لجمع وتوصيل المساعدات للاجئين؟ بالنسبة للتوفير لإيصال المساعدات لا يوجد تحدي، لأن لدينا موظفين يعملون على الأرض على مدار الساعة. التحدي الأكبر هو يعني هناك التمويل يصل، يعني اللي يجب أن أكون صريح، هناك تمويل، لكن الأموال التي تصل إما تصل ببطء لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية وسرعة الاحتياج للاجئين. ثانيا الأموال غير كافية. هناك عوامل أخرى تساهم في تقليص هذه المساعدات مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، انخفاض أسعار البترول، هناك كثير من العوامل الخارجية. لذلك نحن نقول أن الأزمة الحالية، أكبر أزمة لاجئين بالعالم، أصبحت أكبر من إمكانيات منظمة أو دولة بعينها. كذلك هناك عبء كبير على الدول المضيفة للاجئين والمجتمعات المضيفة للاجئين، وهم أيضا بحاجة إلى مساعدة وإلى دعم. لذلك نقول أنه اليوم أصبح هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى أن يساهم الجميع لتحمل الأعباء وتحمل المسؤولية، الحكومات من جهة، كذلك القطاع الخاص، كذلك الأفراد. هذه مسؤولية الجميع، هذا مبدأ إنساني. هؤلاء هم أطفال ونساء وشيوخ، فقط تعط بهم السبل وليس لهم مفر إلا أن يكونوا بأمان وأن تقدم لهم الخدمات الإنسانية المنقذة لحياتهم إلى حين عودتهم إلى بلدهم سالمين. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي محمد أبو عساكر، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.